الصبر ثلاث أنواع. الصبر ثلاث أنواع. من هو الذي يستطيع الصبر؟ صبر على فرائض الله. الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني أوجب عليك واجبات لا تضيع هذه الواجبات. فرض فرائض فلا صبر على فرائض الله، وخاص صلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، الصلوات الخمس حافظ عليها واصبر. إذا دعاك منادي الله يقول تعالوا للفلاح، أين الفلاح؟ هو الصلاة. بعض الناس يقول تجارتي، أنا عندي تجارتي، أنا عندي شغلي. هذا شغلك ما ينفعك، الذي ينفعك طاعة الله، اذهب إلى الصلاة. ولذا كان السلف الصالح وهم يزنون في الميزان إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يترك، يقول الفلاح هناك في بيت الله. فالصبر ثلاث أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها يحافظ عليها، وصبر عن محارم الله. الله حرم عليك أشياء، حرم عليك الخنزير، حرم عليك الخمر، حرم عليك الزنا، حرم عليك الغيبة، حرم عليك النميمة، حرم عليك أشياء كثيرة. ولذا محارم الله، الله يقول فلا تقربوها، هذه حدود، حدود الله التي حرمها الله يقول لا تقربوها، ابتعدوا عنها. فالصبر عن محارم الله، أي شيء حرمه الله ابتعد عنه. الله سبحانه وتعالى حرم أشياء كثيرة، فينبغي أن تبتعد عنها وتعرفها، تعلمها، موجودة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا من العيب يا إخوان، من العيب أن الإنسان يعرف أحاديث رسول الله ويخالفها، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندك في البيت ويتكلم معك، يقول يا فلان، تقول نعم، يقول لك أي شيء يضرك ابتعد عنه. هذه قاعدة عامة أعطاك الرسول. ولذا يقول الترمذي صاحب السنن رحمه الله: كل واحد عنده في البيت نبي يتكلم. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا في الإذاعة وفي التلفاز وفي الكتب وفي كل مكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا ضرر ولا ضرار، كل شيء يضرك ابتعد عنه. هل تأخذ السجارة وتشربها؟ اسأل الطبيب هل فيها ضرر؟ إذا كان فيها ضرر اتركها. اسأل الذي صنعها، السجارة هذه من أي شيء؟ يقول لك نيكوتين وزفت، ما في تفاح، ما في برتقال، هذه السجارة لا، نيكوتين. ما هو النيكوتين؟ ما نعرفه، سم، سم، النيكوتين سم، الزفت. سبحان الله، هل يمكن الإنسان أن يضع هذا على شفتيه؟ ما يدخله إلى حلقه أو إلى بطنه، نسأل الله العافية. ولذا بعضهم يقول ما تجد لذة التدخين حتى يخرج الدخان مع أنفك، هذا شيطان، شيطان عنيد، نسأل الله العافية. فالصبر يا إخوان ثلاث أنواع: صبر، صبر على طاعة الله عز وجل، وطاعة الله كثيرة، وصبر عن محارم الله فلا يرتكبها، وصبر على أقدار الله وأقضيته المؤلمة فلا يتسخطها. جاءك مرض، جاءك حروب، جاءك مشاكل، هذا بسبب نفسك، بسبب المعاصي، نسأل الله العافية. ولذا يقولون جاء رجل من الخوارج وسأل علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي. قال علي بن أبي طالب: نعم. قال: ما للناس خرجوا عليك، ما للناس خرجوا عليك وقاتلوك؟ ماذا قال علي؟ قال علي: ماذا تريد أن أفعل؟ قال: سبحان الله،
أين رجالك؟ أين رجالك؟ قال رجالي لما كان أبو بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي. أبو بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وأما أنا أنت وأمثالك. ولذلك خرجوا علينا. ولذا يروون عن عبد الملك ابن مروان رحمه الله صار الناس يتكلمون كثرت المفاسد، كثر الضياع، كثر كذا كثر كذا، فألقى خطبة للناس وقال: هل تريدون أن أكون مثل أبو بكر وعمر؟ إذا أردتم أن أكون مثل أبو بكر وعمر كونوا أنتم مثل جنود أبو بكر وعمر. فالمهم يا إخوان، صلاح الملوك والرؤساء بصلاح الشعب، فإذا صلح الشعب وأصلحوا أنفسهم صلح رؤساؤهم. فلا بد من إصلاح الإنسان، ويبدأ من الأسرة، يبدأ من الأساس. الإنسان يحاول إصلاح نفسه وأولاده وزوجته وجيرانه وإخوانه وهكذا. فالصبر، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقضية الله وأقداره. إذا أصابك شيء لا يؤثر على طاعتك، لا يؤثر على علاقتك بالله عز وجل، استمر على أوامر الله واجتنب نواهيه. ولذا يقول العلماء: من استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر، وإذا استكمل الصبر استكمل لذة الدنيا والآخرة ونعيمهما، والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط.